طريقي من حماة إلى حمص بالإقليم الشمالي، بدأت مشاريع زراعية ومنشآت صناعية تقام في هذه المنطقة. فقد أقامت وزارة الإصلاح الزراعي منشآت جديدة لأكبر محطة بالإقليم الشمالي لتفريخ الدواجن على اختلاف أنواعها ولإنتاج وتوزيع السلالات الممتازة من هذه الدواجن على المنتفعين بقانون الإصلاح الزراعي بالإقليم الشمالي. وفي هذه المنطقة تم إرساء حجر الأساس لمصنع البلاط الذي سيكون أكبر مصنع من نوعه بالإقليم الشمالي. وبالقرب من قرية العذراء بجوار دمشق يقع مصنع السكر الجديد الذي تم بعد وحدة الإقليمين، ويعمل في هذا المصنع الكبير 400 عامل من الإقليم الشمالي، وأصبح إنتاجه حوالي 9000 طن من السكر.